ما هي جامعة الدول العربية؟ هي تجمع عربي تأسس رسميا يوم 22 من مارس 1945 إثر نهاية الحرب العالمية الثانية من خلال 7 دول قبل أن يتطور ويصل عدد أعضائه إلى 22 دولة. تلتزم جامعة الدول العربية بمبادئ الأمم المتحدة وبالمساواة القانونية بين الدول الأعضاء وعدم التدخل في شؤونها. في سبتمبر 1943 بدأت المشاورات الثنائية بين مصر والأردن والعراق وسوريا والسعودية ولبنان واليمن حول مشروع جامعة الدول العربية. وفي 25 من سبتمبر 1944 عقد اجتماع في الإسكندرية ضم مندوبين عن مصر وسوريا ولبنان والعراق وشرق الأردن والسعودية واليمن وعرب فلسطين. وبعد 8 جلسات متوالية انحصر النقاش حول اقتراح رئيس الوفد العراقي نور السعيد بتكوين مجلس اتحاد لا تنفذ قراراته إلا الدول التي توافق عليه خوفا من التأثير على سيادة الدول الأعضاء. وأصدر المندوبون العرب الذين حضروا اجتماعات اللجنة التحضيرية للمؤتمر العربي العام بالإسكندرية بروتوكولا عرف باسم بروتوكول الإسكندرية ينص على موافقتهم على إنشاء جامعة للدول العربية. يوجد مقر هذه الجامعة بالعاصمة المصرية القاهرة. الأهداف: صاغت الوفود العربية المجتمعة في الإسكندرية بنودا عامة كانت نواة أولى لميثاق جامعة الدول العربية، وأكدوا فيها احترام استقلال كل دولة وسيادتها والاعتراف بحدودها القائمة والاعتراف لكل دولة بحق إبرام المعاهدات والاتفاقات بشرط أن لا تتعارض مع أحكام الجامعة وميثاقها. وأقرت اللجنة التحضيرية في القاهرة يوم 17 من مارس 1945 الصيغة النهائية لميثاق جامعة الدول العربية المؤلف من ديباجة و20 مادة و3 ملحقات، ووقع عليه مندوبو الدول العربية في القاهرة يوم 22 من مارس 1945. تسعى الجامعة العربية إلى توثيق الصلات بين الدول العربية وصيانة استقلالها والمحافظة على أمن المنطقة العربية وسلامتها في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية والصحية. وتؤكد الجامعة أن مبادئها تتمثل في الالتزام بمبادئ الأمم المتحدة والمساواة القانونية بين الدول الأعضاء، عدم التدخل في شؤون الدول الأعضاء، والمساعدة المتبادلة. وقد نصت المادة الأولى من ميثاق الجامعة على أنه يحق لكل دولة عربية مستقلة الانضمام إلى جامعة الدول العربية بعد أن تقدم طلبا بذلك، يودع لدى الأمانة العامة الدائمة ويعرض على المجلس في أول اجتماع يعقد بعد تقديم الطلب. وتنقسم عضوية الجامعة العربية إلى عضوية أصلية وعضوية بالانضمام. والعضوية الأصلية هي المثبتة للدول العربية المستقلة 7 التي وقعت على الميثاق، والعضوية بالانضمام عن طريق تقديم طلب بذلك بعد توفر عدة شروط، منها أن تكون الدولة عربية والدولة تكون مستقلة أيضا. وقد أثار انضمام الصومال وجيبوتي إلى الجامعة جدلا بين الدول العربية على اعتبار أن لغتهما الرسمية ليست العربية، ولكن مجلس الجامعة رأى أن أصل الشعبين عربي فقبل انضمامهما. كما اعترض العراق سنة 1961 على طلب الكويت بالانضمام مبررا ذلك بأنها جزء من أراضيه، وانسحب المندوب العراقي من المجلس احتجاجا على هذا الطلب، لكن المجلس قبل عضويتها استنادا إلى المادة 7 من الميثاق التي تقرر أن ما يقرره المجلس بالإجماع يكون ملزما لمن يقبله. وبالنسبة لعضوية فلسطين، فقد أصدر مجلس الجامعة قرارا سنة 1952 اعتبر المندوب الفلسطيني مندوبا عن فلسطين وليس مندوبا عن عرب فلسطين كما كان الحال من قبل. واستمر هذا الأمر حتى سنة 1964 حين اعترف مؤتمر القمة العربي الأول الذي عقد بالقاهرة بمنظمة التحرير الفلسطينية التي أنشئت سنة 1963 ممثلا شرعيا للشعب الفلسطيني، واعتبر المجلس رئيس المنظمة ممثلا لفلسطين لدى الجامعة. وفي مؤتمر الدار البيضاء الذي انعقد بعد حرب 1973 بين العرب وإسرائيل، اعترف الملوك والرؤساء العرب المجتمعون في المغرب بمنظمة التحرير الفلسطينية ممثلا شرعيا ووحيدا للشعب الفلسطيني، ليس فقط في الجامعة العربية وإنما في الأمم المتحدة وعلى الصعيد الدولي.
وفي سنة 1976 وبناء على اقتراح مصري أصبحت منظمة التحرير الفلسطينية عضوا كاملا العضوية، ولها ممثل في مجلس الجامعة من حقه أن يصوت في كل القضايا التي يناقشها المجلس. لكل دولة عضو في جامعة الدول العربية الحق في الانسحاب من عضويتها بشرط إبلاغ مجلس الجامعة بذلك قبل سنة من تنفيذه، على أن تتحمل الدولة المنسحبة جميع الالتزامات المترتبة عن الانسحاب، ولا يشترط المجلس عليها إيضاح أسباب الانسحاب، في حين اشترط فترة السنة لمحاولة معرفة هذه الأسباب ومحاولة إقناع الدولة المنسحبة بالعدول عن قرارها. كما يجوز للدولة العضو الانسحاب إذا تغير الميثاق ولم توافق تلك الدول على هذا التعديل، وأقر ميثاق الجامعة العربية كذلك جواز فصل أي عضو لم يقم بتنفيذ التزامات العضوية التي حددها الميثاق، واشترط ذلك بإجماع أغلبية الأعضاء، لكنه لم يوصد الباب كلية أمام الدولة المفصولة، فيحق لها التقدم مرة أخرى بطلب العضوية، وتفقد العضوية كذلك بزوال الشخصية القانونية الدولية لأي سبب مثل الاندماج في دولة أخرى، وقد حدث هذا أثناء الوحدة بين مصر وسوريا في فيفري 1958 بعدما أصبحتا الجمهورية العربية المتحدة. كذلك بعد الاتحاد بين اليمن الشمالي والجنوبي سنة 1990 وقيام الجمهورية العربية اليمنية المتحدة. أما فقدان الدولة لسيادتها بالإكراه كما حدث بعد اجتياح العراق للكويت سنة 1990، فإنه لم يؤثر على استمرار عضوية الكويت في الجامعة. تتكون جامعة الدول العربية من 3 فروع رئيسية أنشئت بمقتضى الميثاق، ويوجد بها كذلك أجهزة أخرى أنشأتها معاهدة الدفاع العربي المشترك سنة 1950، إضافة إلى أجهزة أنشئت بقرارات من مجلس الجامعة.